خاص كلنا نعرفه بان الطفل ما كيجيش هذا العالم باش يحقق احلام والديه، ما تولدش باش يكون داكشي اللي ما قدرتيش تكون انت، خليه يطير بعيد ويحلم باش يكون على طبيعته وسعيد ويحقق ذاته. في هذه الحلقه غادي نعطيو 6 نصائح للاباء اللي غتساعد الطفل انه يحقق ذاته يوم بعد يوم، واللي هي: وفر له بيئه سليمه يكبر فيها، خليه يتعرف على قيمته كشخص، حاول دائما تشوف افعاله بنظره ايجابيه، ساعدوا في اكتشاف المواهب ديالو، علموا كيفية إدارة المشاعر، وديما دفعوا للتجربة. خلال مرحلة الطفولة كيظهر لنا الدماغ في نمو الكامل مرونة مثيرة للإعجاب، شيء اللي كيعطي إمكانات غير محدودة لكل طفل، ونظرا لأن المدرسة والمهمة المحصورة ديالها ميمكنش لها بوحدها تطوير هذه الإمكانيات، فكيف يمكن لنا احنا كآباء سمح لأطفالنا باستغلال القوة اللانهائية لعقولهم وبالتالي تحقيق أحلام حياتهم، وكنسطر على أحلام حياتهم هما ماشي احنا؟ واش كتعرف أن إمكانات كل طفل غير محدودة؟ في الواقع سلطت الاكتشافات الحديثة في علم الأعصاب لينوغوسيونس الضوء على المرونة العصبية لدماغ الطفل اللي كتسمح ليه بتعلم أشياء جديدة وبسهولة، لكن مازال احنا بحاجة لتهيئة الظروف اللي كتسمح للطفل بتطوير المهارات والمواهب دياله، وهنا يمكن لنا التدخل كآباء لمساعدتهم في تطوير إمكاناتهم الكاملة. وهنا كنقترح بعض النصائح اللي ممكن تساعدهم في تحقيق ذواتهم نهار على نهار. بينات الدراسة الحديثة على الدماغ البشري أن البيئة اللي كيكبر فيها الطفل لها تأثير حاسم على النمو الفكري، وبالتالي ملي كيكبر الطفل في محيط صحي وسليم كيكون له تأثير كبير على الذاكرة. في الواقع تمت ملاحظة ليبوكامب اللي هو الحصين وهو مكان للذاكرة والتعلم أن حجمه كيتطور من خلال حالات العطف والاستماع والتشجيع. على العكس من ذلك الإجهاد هو العدو الأول للدماغ، بحيث أن هذا الإجهاد كغير ليبوكومب عن طريق إفراز الكورتيزول اللي بدوره كينشط الأميجدال اللي هي مقر الخوف. احترام الذات هو أحد العوامل الرئيسية للتنمية والحياة السعيدة، والثقة بالنفس ضرورية للتعبير عن مواهب المرء وإبداعه. أباء أمهات عندكم دور رئيسي تلعبوه هنا، حيث الثقة في النفس تكتسب بحالها بحال المشي ركوب الدراجات أو الكتابة، وهكذا احنا في وضع أفضل لإعطاء أطفالنا صورة إيجابية على نفوسهم. لذلك ذكروا قدر الإمكان أنه يمكن له الوثوق بقدراته وإبداعه وحتى بشجاعته. كن أيضا مثال على احترام الذات، لأننا كوالدين كنميل أحيانا إلى نسيان أنفسنا لإعطاء المزيد للأطفال ديالنا، لكن هادشي ماشي صحي. إذا كنتي كتبغي نفسك كتعتني بها، وإذا بينتي الثقة بالنفس، إذا كنتي شخص سعيد ومتوازن، فهادشي غادي ينعكس على الطفل ديالك، وغادي يجي هادشي عادي حيت كيشوفو في الحياة اليومية ديالك وديالو طبعا، وبالتالي غادي تنتج طفل سعيد ومتوازن وكتايق في نفسه وكيعتني بها، حيت التربية في الدرجة الأولى هي بالحال ماشي المقال. دائما عندنا جوج طرق لتحليل المواقف، واذا كنتي باغي تساعد طفلك على تطوير النمو ديالو فلازم عليك اختيار المظهر الايجابي. ولينا كنعرفوا بفضل العلم ان العمل بشكل مستدام على سلوك الطفل كيقتضي استعمال الجزارة بدل العصا. في الواقع ملي كنهنئوا الطفل الدماغ ديالو غادي يفرز لوندورفين وهو هرمون المتعة، وبالتالي غادي يسعى تدريجيا وتلقائيا الى انتاج الاندورفين مرة على مرة باش يعيش هذا الاحساس، وبالتالي تعود على تقدير الافعال الايجابية بشكل اكبر والوقوف بشكل اقل على السلبيات، وغلب اللطف ما امكن وتجنب بشكل كلي العنف بنوعيه اللفظي والجسدي. فريد من نوعه وعنده مميزات خاصة به، اسمح ليه بالاستكشاف باش يلقى أكثر شيء غادي يثير اهتمامه. من المهم مساعدة الطفل على تطوير مهاراته ومواهبه، وباش نديرو هاد الشيء
حاول تقلب معاه على الامور اللي كيميل ليها، ومن خلال مراقبته والاهتمام بالتفاصيل اليوميه ديالو يمكن تحديد المجالات اللي كيبين فيها عن امكانات كبيره ومشاركتها معه. ومن بعد شجعوا على تطوير موهبته من خلال انشطه مستهدفه. ما يمكنش تهدي لولدك شي حاجه احضم من الشغف بالتطور. إذا كنا متناغمين مع المشاعر ديالنا فهي أفضل مرشد لنا في الحياة، ولكن للأسف ما كاينش شي مرشد لتعلم كيفية التعايش معهم. وحيت فن إدارة المشاعر كيتعلم من صغر، فإذا قدرت توصل هذا الفن للطفل ديالك فراك غادي تهديه هدية لا تقدر بثمن. باش ترافقوا في هذه العملية خاصك تشجعوا على التحدث عن المشاعر ديالو باش يحددهم ويتعرف عليهم ويكون قادر على التغلب عليهم. حاول تستافد من جميع المواقف اللي كيدوزوا عليكم باش تسولوا على شعوره، شنو كيحس في هذيك اللحظه. اذا كان شعور سلبي كيفاش يقدر يتخلص منه، والعكس صحيح، اذا كان شعور ايجابي وزوين كيفاش يحاول يعيشه مره اخرى. عطيه الطرق اللي يستعمل باش يتفادى الضغط والاجهاد، بحال مثلا التنفس والرياضه والتامل والوضوء والصلاه وما الى ذلك. من خلال تطوير هذه القدرة على تحديد المشاعر غادي يطور الطفل الذكاء العاطفي، وهذا أمر ضروري لحياة هادئة. باش يطور الطفل قدراته خاص يكون التركيز على رحلة الطفل وماشي النتائج اللي كيحصل عليها، وبالتالي هنأ طفلك على جهوده ومشاركته وتقدمه وماشي على ذكائه أو موهبته. من المهم أيضا تعلم تقبل الفشل والتعثر، حيث هو جزء من الحياة، وأكثر من ذلك الفشل مصدر مهم للتعلم. حاول دائما تدفعه باش يحقق الأحلام ديالو. من خلال هذا الشيء كتبرز القوة الداخلية اللي في الطفل، وكتخليه يخوض التحديات والمغامرات خارج منطقة الراحة الخاصة به، وكتسمح ليه بالتطور.